حلم حمص هو الاسم جميل، ولكن هو يعني ضمنا لا، هو تدمير حمص او مسح تاريخ حمص. طبعا الاطفال بالارض من دماي، ويعني اللي بتشوف يعني في بنت شلتها بدون ايد، قسم من راسها يعني رايح. يعني صار في مزاحمة للناس يعني على أرزاقها، صار في تضييق، يعني بدك من أساتذة، بدك من أطباء حتى. يعني ما نسينا. في حلقة اليوم من برنامج ما نسينا سنتحدث عن مجزرة ارتكبها شبيحة الأسد بحق متظاهرين عزل، وذلك من خلال استهدافهم بقذائف الهاون بشكل مباشر، ما أدى لمذبحة بحق المدنيين. المكان: حي الخالدية في حمص. التاريخ: 2012. الشاهد على المجزرة: عبد الرحمن العمر. حي الخالدية من الأحياء العريقة والمعروفة داخل مدينة حمص، ويعتبر من أكبر أحيائها، وكان اسمه يتردد قبل وبعد انطلاق الثورة السورية كثيرا، لما له من أهمية دينية لدى السوريين والمسلمين عموما. حي الخالدية بحمص يعني يعتبر من أكبر الأحياء تقريبا، تمام؟ ضمن الحي بيجي جامع سيدنا خالد وليد، تمام؟ فحي الخالدية كمان يعني بيوصل حدوده لمقبرة الكتيب المشهورة، يعني كتيب أو اسمه يعني الكثيب الأحمر والأصفر. مقبرة الكتيب يعني فيها عدد لا بأس فيه من الصحابي رضوان الله عليهم، يعني وفيها كمان يعني مشايخ حمص، وفيها كتير يعني هيك إلى معنى، حتى يعني إلى أثر بديننا الحنيف. يعني كثيرة هي الدوافع والأسباب التي جعلت أهالي حي الخالدية يقفون بوجه نظام الأسد، وأهم تلك الدوافع المشروع الذي سمي بحلم حمص، والذي سعت حكومة الأسد لتطبيقه لأسباب ديموغرافية. بداية الأمر يعني الدوافع كانت هي حمص صايرة بيوم من الأيام يعني صاروا بدهم يغيروا سكانها ديموغرافيا وحتى أصولها وهيك، يعني صار في بده يصير في تحديث لحمص وكذا. فكان في شيء يعني هذا ما قبل الثورة، يعني في شيء اسمه حلم حمص. حلم حمص هو يعني على ما أذكر يعني كان المحافظ إياد غزال اقترح هذا الفكرة وجاب المهندسين وأسسوا هيك وصاروا ينشروا له ويروجوا له، تمام؟ فحلم حمص هو الاسم جميل، ولكن هو يعني ضمنا لا، هو تدمير حمص أو مسح تاريخ حمص. ليش؟ لأنه حلم حمص ما كان رح يكون بالأراضي الخالية، يعني مدينة حمص بتعرف محافظة حمص، ومدينة حمص يعني عندها مساحات لا بأس فيها، يعني فبتعمل أي مشروع بدك إياه فيه. فحلم حمص لا، كان يستهدف شو؟ حمص القديمة والأسواق القديمة بمدينة حمص كذا. فهون الناس ضجت وصار في يعني مثل ما بقول يعني احتجاجات من التجار من أهل الأحياء، تمام؟ وبعدين تواكبت يعني بظل يعني ثورات الربيع العربي، يعني هون بلشت الاحتجاجات بدرعا والمظاهرات مشان اولاد واطفال كذا. فبهاي الاثناء سبحان الله يعني بعد كم يوم من اول مظاهره يعني خرجت بدرعا، الناس يعني كثير استاءت، وخاصه انه هي يعني منضامه من قبل وكذا، يعني يعني صار في مزاحمة للناس يعني على أرزاقها، صار في تضييق، يعني بدك من أساتذة، بدك من أطباء حتى، يعني بدك من يعني بشكل عام ما يخفى على أحد الضغط والتمييز اللي كان يصير بهذيك الأثناء. فما بالك أنت يعني بمدينة أصلا أو محافظة أصلا النظام يعني معين عليها أنه شو خلص هاي
راح يساوي مركز لإله، راح يغيره يعني ديموغرافيا. بداية يعني المظاهرات، خرجت أول مظاهرة يعني من جامعة سيدنا خالد، تمام؟ فكان فيها أنه الهتافات فيها الله سوريا وبس، الله سوريا بس، سبحان الله. وبلشت هون، هون ما كان في لسه مثلا هذيك القبضة الأمنية أو السلاح النازل يعني كان ينزل حفظ النظام، كان بالهروانات وكذا، وكان يعني يحاول شو يسكت الناس، يحاول يعني. فبدأ الأمر يعني يتفلت من إيده للنظام، فهذا الشيء يعني خلاه يعني يرتكب حماقات، وخلاه يعني أصلا هاي الحماقات بأصله يعني، وصار يضرب رصاص، صار كذا. فهون شو يعني بدل ما تتلملم الأمور ترجع تتأزم، وحقيقة هي وهو صار يعني قضية عند الناس إنه خلاص أخي أنا شو صار، شو ليش عايش، ليش كذا، ليش أنا بأصح الاضطهاد هذا، ليش الناس تجرأت هون، تمام؟ وخلص طلعت عن صمتها يعني، كل أهالينا كانوا إنه خلص اسكوت، شو بدك بكرة بتصير وكذا. وهذا الشيء صار يعني، يعني نحن نذكر بال2007 بال2004 كنا طلاب وكذا، فأخذوا رفقاتنا تحت كثير يعني، واعتقلون وغيبون بالسجون كذا. وتعرف أنت الواحد شو كان يعني يعتقل هيك وينه، ما حدا يعرف وينه. فالمظاهرات هون يعني الناس إلى مثل ما بقولوا يعني منضامين وعنده ألم وعنده وجع وكذا، وخرجت خلاص. فبسبب موقع حمص وبسبب يعني مكانه جغرافيا وديموغرافيا وكذا، يعني بسبب الخريطة اللي جوا كذا، وصار يلعب على وتر شو انه انتوا يعني على وتر الطائفي، فسيجي عند هالفئة من الناس ويقول لهم انتوا ضعفاء، هدول بكره بياكلوكم، هدول مخربين، هدول ارهابيين، هدول كذا، هدول هدول كذا، ويجي على فئة تانية كمان، تمام؟ ففي ناس يعني صارت مع الشبيحة، في ناس اصلا هي ما يعني هي نكرات بالمجتمع او نكرة بالمجتمع، فشو صارت انه صار الى وزن، صار شو انا مسكت سلاح وانا صرت اضبط هاي الحارة اللي انا ما كنت يعني شو مثل ما بقولوا ارفع راسي فيها بالزعرني ولا كذا. طبعا هو لمين لجأ؟ لجأ لهاي الناس اللي هني اصلا حثالة المجتمع يعني، اللي ما حدا بيتطرق لهم ولا حدا بيطلع عليهم يعني. قبل المجزرة كانت ميليشيات الأسد منتشرة في حمص، وكان حي الخالدية مركزاً للمظاهرات والاحتجاجات ضد نظام الأسد، حيث أن أصوات المتظاهرين وأهازيجهم كانت تهز حمص في ذلك الوقت. حي الخالدية سبحان الله كان شبه يعني مركز للمظاهرات وللأحياء المجاورة، فكان الأحياء المجاورة يعني في أحياء صغيرة أو شيء، فالناس تعمل هالمظاهرة أو تطلع من المساجد أو تطلع من الجوامع، تمام؟ وتجي لوين؟ على ساحة العلو، اللي بعدين صار إلى أسماء ساحة حرية، ساحة شهداء فيما بعد. فهاي الساحة هي ساحة كبيرة يعني، وفيها حديقة، تمام؟ يعني متوسطة الحي الخالدي، تمام؟ وطبعاً اللي خلى الناس تلجأ لهذا الأمر هو شو؟ بداية المظاهرات سبحان الله كنا نطلع هيك، ويصير في تجمع وين؟ عند ساعة حمص الجديدة، من كل الأحياء، من حمص القديمة، من أحياء الخالدية يعني، من الغوطة، من الجود الشياح، فكل المظاهرات كل الأحياء لوين تروح تتجه على الساعة. لم يرق لشبيحة الأسد سماع هتافات المتظاهرين السلميين في الخالدية، ولم يستوعبوا أن أسلحتهم وبطشهم لم يوقف أصوات الثائرين، فقرروا إسكات صوت المتظاهرين بالقذائف المتفجرة. المجزرة كانت في يوم الثلاثاء بثلاث شباط 2012، كان انهار حافل بالمظاهرات، تمام؟ وهذا الشيء كتير أزعج النظام وكتير يعني ضايقه، صار يعني صعب الفوت لجوا داخل الأحياء، فصار في شيء اسمه نحن عنا حماية المظاهرات. فبهذيك الأثناء طلعت التنسيقيات، طلعت كذا، فصار في يعني شبه هيك تنظيم للمظاهرة، من يعني من المي وتوزيع المي وهيك، لسيارات تكون جاهزة للإسعافات. ليش؟ بسبب النظام، كان سبب النظام يعني كان يفوت ويقتحم ويقوس على المظاهرات، يقوس على الاحتجاجات، يقوس على الاعتصامات، تمام؟
فهون صار في شيء اسمه حماية المظاهرة يعني، فنحن نسكر أيام الشوارع كذا، وبالإضافة يعني كان يوجد شوية هيك سلاح وكذا، ينشق عسكري يصير في حفل ومظاهرة يعني، يصير أي شيء أي حدث بالمدن الأخرى تمام، فكمان تطلع مظاهرة، فيعني صارت مثل ساحة اعتصام يعني، صار في شباب قاعدين هنيك يخدموا بالناس وكذا، فالجيش وال يعني قوات الأمن وهيك يضربوا رشات رصاص وكذا إنه سكتوا 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 سكتوا، فالناس ما تلتزم يعني، وكل ما يضرب رشة نحن نعلي البفلات أكثر يعني، فهذا الشيء ضايقه يعني، فما عاد عنده سبيل إلا إنه شو يعني القذائف، فبلش بقذائف الهاون، فأول قذيفة يعني كنا نحن بعد يوم حافل مظاهرات كذا، في ناس تعبانين كذا، ولسه الناس ما فعل لعبيوت يعني، كان العالم يعني بعد صلاة العشية تطلع تمام، بعد صلاة المغرب تطلع لوين على هالساحة، فالناس لسه ما كانت رايحة بيوتها، بلش القصف يعني، بلش القصف كانت محتمي الدنيا يعني، يعني على المغرب بعد المغرب هيك بشوية، الساعة بالضبط ما أذكر يعني، أول قذيفة نزلت أنا يعني كانت قدام في محل بوضة شهير يعني بحي الخالدي، هو محل الهدى أو هيك، فكان بمقابله بناء هون نزلت أول قذيفة، فهي قتلة عائلة كاملة يعني، فنحن رحنا لهنيك نشوف شوف شو هذا شو صاير شو فاجر شو ضارب شو كذا، وكان شيء مستهجن يعني موضوع القذائف والهواين والهاوين وال... إيه كان يعني نوعا ما أول مرة بيصير على الحي، فرحنا لهنيك نشوف شو القصة شو فيه، طلعنا لفوق لما بدينا احنا مجتمع محافظ كذا يعني، بدك فوت على بيت وصاحب البيت ما هو موجود كذا، ولكن انت مضطر يعني، ففتنا البيت هالأطفال تمام، طبعا الأطفال بالأرض مدمعي، ويعني اللي بتشوف يعني في بنت شلتها بدون ايد قسم من راسها يعني رايح، فنحن ما عارفين شو فيه، ولكن في مثل هيك داخل من الشباك يعني شيء وكذا فاجر جوا، وريحة غريبة يعني، وكل الوضع هيك يعني غبرة، ليش؟ لأنه إحنا فتنا بالدقائق الأولى يعني على البيت، وسبحان الله يعني الناس يعني كان في جو التزام بحمص وهيك، فصعب كتير إنك أنت شو تشوف يعني نساء يعني بدون حجابة بدون كذا، فهذا الشيء كتير يعني كي، ولكن أنت مضطر، فتنا وأسعفنا الناس، وهون شو بلشت سلسلة أو بلشت مثل ما بقولوا، هاي كانت نقطة البداية بالنسبة للقذائف، وبعدين بلش والناس يعني في عندها شيء يدفعها، في عندها نخوة، في عندها يعني حمية ترقد تشوف شو فيه، بدها تسعف بدها تشيل بدها، وكان في تجمع كبير، فبلش القصف على حي الخالدي، وبلش يعني استهدف الساحة والبيوت المحيطة فيها يعني، أنا شفت المناظر يعني شفتها بأطفال فلسطين تمام، وما بها هاي البشاعة يعني، أنا على الواقع أول مرة كنت بشوف هيك شيء، ولكن على التلفزيون وفلسطين وكذا، وشوف شلون الإسرائيليين عم يضربوا الفلسطينيين وكذا يعني، مشهد محمد الدرة بتعتبره هيك يعني كتير مشهد بسيط قدام الشيء اللي أنت شو عم تشوفه وعم تلامسه يعني، ليش أنت يعني شفت بنت صغيري تمام يعني عمرها شي 5 سنين ما إلى إيد، جزء من راس الطائر كله دم، فشيء في شيء غريب يعني، في شيء ما انك انت يعني في يعني صار هيك في تخدير لحواسك، هذاك ما بتعرف شو بدك تساوي يعني، فهذا الشيء انت بعدين وبلشنا منسقو المظاهرات في حي الخالدية كانوا في ذلك الوقت يجهزون سيارات لإسعاف الجرحى في حال مهاجمة المظاهرة من قبل الميليشيات الأسدية، ولكنهم لم يتوقعوا أن يصل الوضع لقصف المتظاهرين بالقذائف وأن يصل الحال إلى ما وصل إليه. نحن سبحان الله كنا منظمين العمل، فكان في سيارات مخلينا بحيث الشبيحة وقوات الأمن هجموا أو شيء وضربوا، ففي سيارة نسعى فيها الجرحى وهيك، كان في يعني هي ما أقول لك مشافي ميدانية، لا كان في مثل يعني مثل مكاتب تمريض بالحي يعني،
فكان في عنا مكتبين ثلاثة للتمريض، تحولوا مثل ما بقولوا لمشافي ميدانية بسيطة جدا يعني. ولكن الحالات اللي كنا نشيلها ما كان يعني ما بيستوعبها هذا، كان في بده غرفة عمليات وأطباء وجراحين و و و. فبهاي الأثناء تجمعت ثوار حمص كلها تمام اللي كانت تحمي المظاهرات، فاجت من كل الأحياء الثوار وأمنوا طريق تمام لمشفى اسمه مشفى الأمل، كمان على طرف الحي يعني بيننا وبين جورج الشياح. وفاتوا عند الكادر الطبي لجوا يعني، وبلشنا يعني نحن نسعف لهونيك على مشفى الأمل، فتسعف جثث. فالناس بعدين قالت يا أخي إنه خلص اللي بتاع يعني وقت اللي أنت بتشوف ناس بالأرض فأنت بدك تركض على الناس اللي عم تتحرك، ما عاد تشيل الجثة، ما عاد تشيل اللي شيء يعني من رأسه طاير أو يعني في ناس يعني بتلاقيها خلص يعني هاي أنت عندك يقين إنه ميت يعني، فلازم تشيل شو اللي فيه روح اللي عم يتحرك اللي فيه. وبلشنا فهون يعني حتى المشفى بهداك الوقت عجزت يعني، صار في عجز يعني. ليش؟ لأنه هي أصلاً ما أنا معدي للإصابات الحربية، وما أنا معدي إن هي شو تستقبل 30-40 يعني. وصلنا نحنا لتقريباً 80 حالي نحنا أخذناها على المشفى تمام. ففي حالات يعني كانت حرجة بشكل عداك عن القتلى اللي أصلاً إحنا ما خلص ما عاد تشيلها يعني، خلص خود المصاب لا تضوع وقتك مع القتيل. ليش؟ لأنه أنت عندك يعني بدك تخلص عددك. سقط في هذه المجزرة المروعة عشرات الشهداء والجرحى، وخرج في تشييعهم مئات الآلاف من أهالي حمص ليؤكدوا أنهم سائرون على درب الشهداء ولن يتخلوا عن مطالبهم العادلة. والله عدد الشهداء يعني نحن بعدين وقت اللي أول إحصائية كانت يعني بال46 يعني، بعدين تبين إنه في ناس يعني حي الخالدي كان يجي ناس يعني، فنحن كأبناء حي بنعرف إنه هذا عنا من الحارة والناس هذا من الحارة، ففي يعني ناس ما عرفنا هون مين لسببين. أوله إنه هو ما نو من الحارة، ثاني سبب إنه في منهم معالم ما أنا يعني ما مبيني. وبتعرف نحن يعني وقت المظاهرات وهيك ما تأخذ أي أوراق ثبوتية أو شيء أو كذا، ليش؟ مشان يعني أنت ما تجيب الضرر لأهلك أو تحاول تهرب أو مثلا تمام. فكان هيك الأمر. عدد الشهداء النهائي يعني أنا ما أذكر، أنا كان بالأول يوم 48 شهيد أو هيك، ثاني يوم وصل أتوقع يعني بعد الإصابات وبعد الإسعافات اللي صارت وهيك أتوقع يعني بال60. طبعا طلع كتير حكاية وطلع كتير إنه يعني على وسائل الإعلام من العربية والعالمية يعني إنه عدد القتلى كان كبير، في منهم يعني وثق إنه والله 1000 أو هيك، في منهم قالوا بالمئات تمام. هو صراحة اللي بتشوف أنت القصف وبتشوف الضرب وبتشوف القذائف تتوقع هيك عدد. ليش؟ لأنه في بالمقابل ناس وازدحام وفي كثافة يعني للناس تمام، ولكن ربك لطيف كان هذا العدد فقط يعني. عدد الجرحى كان بالعشرات يعني، ما عندي إحصائية. ليش؟ لأنه نحن بتعرف ما كنت أنا السيارة الوحيدة اللي تسعف تمام يعني، حتى الناس صارت تأخذ تشيل يعني. ليش؟ لأنه السيارات أصلا وزحمة وكذا، ففتحنا نحن طريق للسيارات، ولكن سيارات ما بس اللي كانت معدين، احنا كان عندنا شيء 5 سيارات تقريبا وقفون هيك. طبعا الناس متطوعين وهي اصلا من المتظاهرين يعني، حط سيارته وخلص انا هاي صار شيء بنطلع فيها يعني. والله بعد المجزرة سبحان الله بيوم كان تشيع، فسبحان الله الناس يعني طلعت فوق 100,000 يعني، كل الحمص طلعت بالتشيع يعني. بعد ما شيعنا ورجعنا كمان صار في مظاهرات وصار في احتجاجات، وحتى أنا أذكر يعني إنه نحن نمر من قدام الحواجز النظام ونمر من قدام المفارز تمام، فما حدا أطلق علينا رصاصة بعدها. ليش؟ لأنه كان في يعني مثل السيل ماشي، وكانوا يعني إنه خلص فاتوا اكتفوا بنفسهم وفاتوا يعني على مفرزتهم أو على مكان يعني تواجدهم.
شخص حمل بيديه جثث الأطفال والنساء، ومن بين تلك الجثث طفلة مقطوعة الذراع وفقدت أجزاء من رأسها. لا يمكن لهذا الشخص أن ينسى تلك التفاصيل المؤلمة وما عاشه في ذلك الوقت. والله بيقولوا لك الأسى ما بينتسى يعني، فهذا إذا كان أسى، فأنت فما بالك أنت حق، فما بالك إذا كان قضية، تمام، في دماء في أرواح، وهو يعني صراع حق وباطل يعني بالنهاية. فهذا يعني مثل ما قلت لك في أصل للمشكلة اللي هو الاضطهاد اللي كان وكذا، تطورت الأمور، صارت لدماء، صارت لتهجير، صارت لها، فما رح ننسى هالشيء يعني إن شاء الله بإذن الله يعني وعلى العهد. هدف النظام المجرم من قصف ساحة الحرية في حي الخالدية بقذائف الهاون هو إسكات صوت الثائرين، لكن غروره وتجبره أحاده عن الصواب، فتلك القذائف التي قتلت عشرات الأبرياء كانت وما زالت حافزا للاستمرار بالثورة حتى إسقاط حكم الأسد ومحاسبته على جرائمه. ما نسينا.